اجي لسه كل يوم والتاني بتجي بتحلق دقنك وبتشبشب لي بحالك، لا تكون بدك تتجوز جوازي رابع يا ابو محمود. يلي عندي كافيني يا عصام. ايه ماني مصدقك عمي، ماني مصدقك. خدوا عني معتز. لك عصام اتركه بحاله، مو ناقصه وحده رابعه الله يعينه. لك انت عم تقول هيك، لك هذا عمي ابو محمود. لك وين؟ لك وين عصام؟ لك تعا كمل الحلقه عليك. لك شو جابك لهون؟ ربي ما بعرف شو بها. شو بها؟ بيجعني نفس بطنه. ايوه طيب يلا روحي على البيت هلا بيجي بشوفها روحي. بسرعه عصام الله يوفقك. لك روحي انقلع نوسي يلا على البيت. خير عصام؟ جايك واصي على البيت وراجع. وين عصام؟ راجع لك عمي محمود راجع لك. يا عيني على هالنهار قديش بدنا نروق بحلاقه الدن عبد العصام. ما راح يطول عمي ابو محمود، ما راح يطول، وصل مشوار على بيته لعند عياله وراجع. بعرفه بعرف مشاويره، لك الغطه بدها حرم الله. والله شايفك مستعجل كثير عمي، ايش كان بدك انا بكملك؟ لا وامري لله. انت خليك بشغلك، انا فاضي وما عندي شيء، راح استنى اخوك للعشاء. ايه على راحتك. عم يجعك شي عمي؟ ليش بقى؟ مشان اوصف لك له دواء لبين ما يجي اخي. طلع بيجري دوحاس وراح. ها ها هلا بعمل لك له احلى مرهم. عم بقول لك راح. ولو كان عمي ابو محمود بجوز يرجع. الله وكيلك بعد يرجع. انا رح ساوي لك ياهن وخليهن عندك، لازم تكون متحضر له عمي. انا قايم استنى اخوك بالدكان. لا والله عمي ابو محمود ما بتروح، خلاص. أنا رح ساويهم وحطهم عندي، وقت بيرجع بتقلي. لك مين هاد؟ الدوحاس عمي الدوحاس. يلا أمي يلا لحقتك، رح أجيب الدقايق أمسكي وإجي. بسرعة يا أمي بوس إيدك بسرعة. روح أمي ليش واقف؟ يلا لا تخاف. ليش واقف أنا؟ ليش واقف؟ اسمع مني وخليني أكمل لك حلقة عمي أبو محمود. لا وبعرف إنك بدك تتعلم الحلقة بدقني، ورح أستنى أخوك لبكرة الصبح. إيه والله أنا مشانك عم بحكي لك عمي. الله يسلم شانك يا معتز. طيب في حدا بالبيت عندك مخستك أو ضعفان أو صاير بوشي لا سمح الله؟ لا. هلا هنن هدول بيصير عادة معهم على غفلة. ها الله يجيبك يا طولة البال. يلا يلا جاية جاية. يلا يلا وصلت عندك يا أبو. وصلت بسرعة امسكي بسرعة. يلا 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 يلا. شو عم تساوي هون أنت عصام ولا؟ أنا كنت عم هديها لوطي. إيه روح لها لمرة صح؟ إيه حاضر حاضر حاضر. نعم يا مو. روح نادي الافريا بسرعه. ايه صعيسين يا حماتي. الله يوقف معها يا رب، الله يوقف معها. يا هدى نعم جيبي مي سخنه. حاضر حاضر مرت عمي. يلا يا مرت عمي مش هون. الله يلا اكلي لك اشربي. يلا هلا بتلا تطفيها وانت مالك جنبها. يلا يا مو يا سلمي يا عتيب. يلا يا هبيب يا مو يا هبيب يا الله. يلا حماتي بسرعه بسرعه الله يسعدك بالسلامه يا بنتي. تغبري لهم يا خبيه القطط من جنب الملح والغطا ما بدنا نترك. اهلين فريال. فوتي 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 لعند بنتك. شو يا ما طمنيني. لك انت شو عم تعمل ها؟ روح على الدكان. روح ايه روح على الدكان. يلا بسرعه. شو بنا عصام روق شو بنا؟ تاني الولادة صعبة يا معتز صعبة. إلي معلوم صعبة. الله يعين النسوان على هيك ساعة. الحمد لله رب العالمين إنه خلقنا رجال. الحمد لله الحمد لله. شو رأيك خي أنت تروح على البيت وترجع تطمنا؟ إيه إيه ليش لا؟ يلا روح. بس شو مشان أبو محمود بدك أبو محمود اتركه نايم. يلا مو مسموح اتركه نايم. بس دير بالك عليه. لا أخي أنت وين وأبو محمود وين؟ هلا بيكون عم يشوف أحلام الأرض مزروعة أبي. روح إيه مزبوط. لك روح. إيه يلا روح يلا. اجاك بنت اخي؟ ايه اخي وشو بنت بتاخد العقل؟ روحي ان شاء الله بتربى بعزك ودلالك. الله يسلمك يا معتز. وسميتها سعاد على اسم امها؟ لك على اسم حماتي؟ ان شاء الله بتشوفها عروس لك اخي. الله يفرحني بشبابك يا معتز.
لك في عمي ابو محمود في في عمي ابو محمود اجا بنت ان شاء الله الف مبروك الله يبارك فيك عمي شو ازعاج هي انا وانت جبنا بنات وان شاء الله الله بيجبر خاطرها وبيطعم الصبي امين يا رب العالمين روحي الله يفرحك يا سعاد مثل ما فرحتيني سامحيني ام عصام انا كثير زعلتك الله يسامحك ويسامحنا جميع والله انك احسن مني ايه والله ما حدا احسن من حدا يا فريال ما حدا احسن من حدا وين رحتوا يا سعاد هون هون امزكي تعي شو ما رح تحطوا الاكل يا سعاد يو ايه ما حلك تجوعي امزكي ايه سدي حلقك انت حمصت الكي انا حمصت الكي ايه انت حمصت الكي شو عم باكل من بيت ابوك لما من بيتك انا هدى يا هدى نعم عمي حطي لنا اكل الله يرضى عليكي ايه على عيني وراسي إن شاء الله بيعيشوا هديات يا أمزكي ويعطيك العافية الله يسلمك إلهي يا ست سعاد شو ما رح تعملي صفرة خلاص مشان شاء الله طفية إيه لك رح ساوي لها صفرة خلاص يحكوا فيها نسوان الحارة روحي الله يجبر بخاطرك يا أم عصام ولا يحرمني منك يا حق إيه هيك ها تقبروني خلوا القلوب تصفى لبعض خلاص خلاص فريال ما عاد زعلني وإلك علي يمين يا أم عصام لا تحلفي فريال لا تحلفي خلي كلامك بدون حلفان ليوع اليمين عليك ها هلت خيرات سعاد خانم خزية العين شو هذا ست ام عصام هدول اواتيل الكراوية تقبريني تقبري عداد لكان هدول بيت العز بحبوا يعملوا كل شي على اصوله مطرح ما يسري يا يمري يمري على قلبي على قلبي وقال مباركي تا يوم التنين الجاي يو لا بقل مباركي على بكرها ام الحلقة والخالية بعدي إيه بس هالبنت شو حلوة يا عمو سبحان الذي خلقها تقولي أمر وملالي مو هيك ودخلك جاي لأمه ولا لأبوها شلون يا عمو يعني جاي سمرة لأمه ولا فاتحة لجوزك عصام لا جاي سمرة بتشبه لطفية إيه معناتها هو اللي غميان عليها يا حوبة شلون يعني يا عمو ما في شي ما في شي لك بنتي عملي لك همة بقى وجيبي له الصبي خلي يغرق فيكي ولك شبك يا حوبة لك بنتي شبك والله عملت مثل ما قلتي لي يا مو ايه يا مو تقبريني رجعي عيدي يا مره واثنين وثلاثه وعشرة لحتى تزبط معك رح عيدها يا مو رح عيدها ايه تقبريني اعملي لك همه وجيبي له الصبي ايه والله والله اذا جبتي له الصبي ليحطك على راسه وما يطلع من مخدعك وهي لتصير خدامه عند رجليك وبكره مش لاقله شوفها طولي بالك هلا بتشوفيها رح طق قلبي على ما سمه وضمه وعك بوسيها ليش بقى؟ جلدها رقيق ما بتحمل بوسة من تم حدا؟ ريتو يسلم لي تمه ووشها رح اكل اكل بسناني الله يفرح قلبكم بالولاد وما يحرمكم منهم يا حق نجي لك انا ابوكي يا سعاد ابوكي لك يسلم لي هالوش ما احلى عشا جاهز ابن عمي؟ ايه لطفيه قومي تعشي معنا والله يا ابن عمي ماني حسناني خلي درتي تجيب لي العشا لهون لعندي اتخذ ايه على عيني هدى جيبي الاكل للطفية خطي مو قدرانة تقوم من الولادة وقديش بدها لتحسن تقوم من ولادتها ابن عمي كم يوم مو هيك لا شو كم يوم لسه بدي شهر لحتى اقوم من الفرشة شهر بحاله ايه شو لك عندرتي مفكرتيني مثل قطاط بولد من هون وبقوم من هون معلش هدى معلش ساعديها للطفية هلا بكره انت بس تلدي مين بده يساعدك اه مو لطفية يلا روح جيبي الاكل رح تحركي حاضر ابن عمي حاضر شي ما بصير يا فريال ما بصير ما تروحي زهرة وخيرية ما لهم حدا غيرنا يعني نحن اذا ما رحنا مين بده يقوم بواجب خيرية قدام حماتها لك تقبري قلبي يا ام عصام عم تحكي جواهر ودرر خزيت العين حولك يعني إذا أبوها راسه ترس منظلم البنت وما منجهزها العريسة مثل ما بدك ست أم عصام وراح أخذ معي لطفية لا لطفية لا ليش بقى؟ بنتها لساتها صغيرة وبخاف تاكلها شي ضعفة من الطريق إذا كان هيك معك حق الحمد لله على السلامة سمعوا شلونك سمعوا الحمد لله على السلامة لك يا أهلين سمعوا بعد هيك ولا سمعوه شبو هاد ما عمرت عليك شبو صار درك اغص اللي بتنكر لأصله اغص اهلين عمي سمعوه روح جيب كاسة شاي قريبوا على راسي يا
كم مرة قلت لك أمّا خليني روح أخطب لك ياها وأنت ما كنت توافي. الله يصلحك يا معتز. بعدين تعال قلّا يعني اللي خلق بنت أبو خاطر ما خلق غيرها؟ إيه في عنا 100 بنت بالحارة بتقول للأمر قوم خليني أقعد مطرحها. معلوم؟ اسمع مني نصيحة أخي، اسمع، بحياتك لا تفكر تتجوز وحدة قلبك هواها. لك شحني أنا اتجوزت الأولانية والثانية وعلى العمياني، وهلأ إذا نويت أخذ الثالثة كمان رح أخذها على العمياني. ليش ناوي تاخذ الثالثة لك عصام؟ والله إذا لقيت حالي مبحبح ليش لا؟ وممكن نطرق جوازة رابعة كمان. إيه تتهنى لك أخي تتهنى. الله يهنيك وعبال عندك أخي. اسمع نصيحتي، خلي حظك بجواز مثل البطيخة، يا بتطلع حمرة يا بتطلع بيضة وعجرة. إيه ها؟ ضحك لك أخي ضحك، الدنيا ما فيها شي، بعدين صدقني ما بتاخذ إلا نصيبك. فوت نشرب لنا كاستين شاي اكرك عجب وتروق دمك. معتز هاي